السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف برنامج فيور للملفات بتاعت البيم اي اف سي. هو صار في شوية مزايا حلوة ومثل ان هو مجاني يو اس بيم من اي سي سي اي، يعني احسن ميزة عجبتني فيه وكنت بدور عليها امبارح قدرا كده، الا وهي لو انا عندي ملف سكتش اب او ريفت او اوتوكاد او اي حاجة وعايز احولها لاي اف سي وما عنديش البرنامج مش هيفتح، تمام؟ فبسيط جدا، بروح اقول له انا عايز احول الملف دوت، تمام. اجي هنا، ده هنا عندي ملف اي اف سي جاهز، انما لا ده انا عايز احول الملف، تمام. فاجي هنا اقول له كرييت دوكيمنت فروم 3 دي فايل واختار الملف. تعال بقى نشوف هو بيقبل ايه. هو بيقبل ملفات السكتش اب، بيقبل ملفات الدي اي، بيقبل ملفات البليند، بيقبل ملفات 3 دي ستوديو ماكس، بيقبل ملفات البورجن لايبراري، الار تي سي دبليو، كويك 3 دي، الالعاب برضو بيقبل بتاعتهم، الدي اكس اف، الدي جي ان، الاكس جي ال، كل الحاجات دي بيقبلها. مجرد تختار الملف اللي انت عايزه هو يبدا يحوله لك للملف اللي انت اي اف سي تقدر تفتحه. طيب خلينا نختار كده حاجه وليكن مثلا عندي وليكن مثلا اختار ملف دوت هول ستارت، بيقول لي اختار الاسم. طيب فبيدخل الموديل بالشكل دوت، وتقدر ان انت تشوف العناصر بتاعت الموديل البيلدينج، وتشوف ستوري والبروجكت والاي سايت، تقدر ان انت تختار كل واحد فيهم هيظهر لك الخصائص بتاعتها. ولو عندك ملف اي اف سي هيفتح طبعا اوتوماتيك، تمام. هنا بس الميزه اللي ملهاش في بقيه البرامج ان هو يقدر يحول. وبنلاقي الادوات الخاصه بالقياس، تقدر ان انت تقيس من اي نقطه لاي نقطه بالشكل دوت. في بقى ان انت تغير الستايل بتاعك والفيزيبيليتي، تشوف كل العناصر ولا العناصر بس اللي انت عاملها سيلكت. لو انت مختار عنصر معين ممكن تخفيه او تظهره، وهنا الستايل شادد مثلا. كل عنصر هتعمل عليه سيلكت هيبدأ يجيب لك العناصر والخصائص بتاعته بالشكل دوت. ممكن تقول له اكسبين دول، او يمكن عشان ده كملف سكتش اب ودخلناه او دي اكس اف فمفهوش الخصائص كلها. تقدر ان انت تعمل له اكسبورت اي اف سي بالشكل دوت، تقدر ان انت تضيف اكتر من موديل واكتر من اي اف سي، تقدر تعمل ايديت للاي اف سي نفسه بحيث ان انت تقدر تعدل فيه الملف زي ما انت عايز وهكذا. فهو ملف حلو كـ IFC Viewer.